الفنانة الكبيرة سلوى عثمان. ويسعدني ان يكون معايا فنانة الحقيقة نورتنا في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل مهم جدا، هو مسلسل زلزال، وجسدت شخصية أم سمير المشاكسة المناكفة اللي طهقت زلزال وشلته وطفشته من بيتها، هي الجميلة المتألقة دائما سلوى عثمان. بقول لحضرتك مليون مبروك على الجاي. على فكرة هم اللي كانوا مزهقني، مش أنا اللي كنت مزهقاهم، خدوا الفلوس من ابني وضحكوا عليه وقاعدين، بدل ما أنا مأجرة الواحد ما لقيتهم 900 واحد قاعد في الشقة، فطبعا أنا كان لازم أخد موقف. لكن الشخصية قد تبدو فعلا شريرة من الظاهر، لكن لو دققنا في التفاصيل زي ما حضرتك كده بتشرحي هنلاقي ان ليها مبرراتها، مش كده؟ هي مش شريرة، هي ست بنت بلد وصاحبة بيت وليها ابن خايب عمالين يضحكوا عليه وياخدوا الفلوس منه، فهي بتدافع عن حقها وحق ابنها، يعني مش القصد الشر يعني. بس هي طبعا قوية ان هي خدت الواد فوق السطوح علقته وحاجات كده، فهي قوية.